احنا في الواقع العاطفة ومظاهر العاطفة في مجتمعنا جدا قليل، وهذا من آثار الحضارة الغربية المادية اللي يعانون من جذب في هذا الجانب. ما عندهم عواطف بشكل عام. الظاهرة العام، النبي صلى الله عليه وآله كان جالس في المسجد وحده، مسجد كبير، فدخل رجل. احنا واحد يدخل في الديوانية ما حد ما يعتني فيه، لا يقام له، هذا اخوك المؤمن لا يتحرك له، لا يقول له كلمة، أصلا يشعر أنه مهمل في هذا المجتمع. دخل الرجل إلى المسجد والنبي كما في الرواية صلى الله عليه وآله وحده في المسجد، فتزحزح له النبي صلى الله عليه وآله. الشكل تحرك من مكان، مثل أحيانا قاعد في مكان يجي واحد تتحرك حتى يجي يقعد في مكانك أو في بعض مكانك. فقال الرجل: يا رسول الله، إن في المسجد سعة، مسجد كبير. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن من حق المسلم على المسلم، هذا حق، أو المؤمن على المؤمن، أن يتزحزح له إذا جلس إليه. واحد إجا قعد يمكم بالديوان، يتحرك من مكان، تفضل هنا أنا أقعد. هذا نوع من الاحترام، نوع من إظهار المودة، نوع من إظهار المحبة. هاي الأشياء هي التي تقوي روابط المجتمع. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذا شهر أمير المؤمنين في القضية المعروفة، الرجل أنا الشيء اللي شفت في الرواية ذمي، يعني إما يهودي أو مسيحي أو مجوسي، ذمي اللي شفته في الرواية. تصاحب في الطريق عند مفترق الطريق، الإمام مشى مع الذمي. قال: لماذا؟ قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن من تمام صحبة الرجل صاحبه أي يشيع، تمشي ويا خطوات. وبهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله. قال الذمي: بهذا أمركم نبيكم؟ قال: نعم. قال الذمي: لا جرم، إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريم. ثم مشى كما في هذه الرواية التي رأيتها مع أمير المؤمنين هذا الذمي، وتحدث حول الإسلام فأسلم الرجل. هذه الأخلاق، أن أمير المؤمنين وهو الحاكم الأعلى يمشي مع الذمي بهذا المنهج. الناس دخلوا في دين الله أفواجا،